شو صار اليوم من 8 الصبح ل 8 المساء؟ النبطية ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة بالنبطية استشهد فيها 16 شخص بينهم 3 عناصر بالدفاع المدني. نفذ الاحتلال حزام ناري على أحياء سكنية واستهدف مبنيين للبلدية مطرح ما استشهد رئيس البلدية أحمد كحيل وخمسة من أعضائه. حزام ناري نحن وعم ندفن الشهداء. الحزام الناري الثاني استهدف فرق الإسعاف بجوية، هن وعم يدفنوا شهداء سقطوا بالضيعة. على حدود دمر الجيش الإسرائيلي أحياء مثل ما هي بضيعة محيبيب يلي فيها مقام النبي بنيامين بن يعقوب، مزار ديني عمره أكثر من 2000 سنة. اليوم رجعت الغارات على الضاحية بالتحديد على حارة حريك بعد 5 أيام من غياب الاستهدافات، وبعد ما حكي رئيس الحكومة نجيب ميقات امبارح انه تلقى ضمانات أمريكية انه إسرائيل رح تخفض استهدافها لبيروت وضواحيها. بمحصلة العدوان أعلنت وزارة الصحة أرقام جديدة، 2367 شهيد، 11,088 جريح. سياسيا عقدت اليوم قمة روحية ببكركي جمعت ممثلي مختلف الطوائف المسيحية والإسلامية وطلعت بيان أكد على جملة أمور منها تطبيق القرار 1701 وانتخاب رئيس توافقي والوحدة بين اللبنانيين بمواجهة العدوان. يلا قبل شوي بستو يلا ايوه اوكي يلا. رئيس مجلس النواب استقبل سفير فرنسا ومن بعدها وليد جنبلاط يلي رجع أكد على وقف اطلاق النار وال 1701 وطالب أمريكا وفرنسا بمساعدة الجيش ليتسلم الجنوب، وقال إنه الاعتداءات الإسرائيلية متوقعة وين ما كان وإنه ما في مكان آمن بلبنان.